اتفضل يا استاذ من هنا. تفضل يا استاذ، تفضل يا استاذ احمد، استاذ تفضل، تفضل تفضل تفضل. كل سنه وحضراتكم كلكم طيبين. الاستاذ صادق بمثابه اب روحي بالنسبه لي، مش الموضوع مش مساله شغل، احنا بقينا عيله واحده تقريبا يعني، والحمد لله التعاون بيننا بفضل الله بقالنا سنوات، والشغل الحمد لله ناجح وربنا يديله الصحه والعمر. ويعني انا طول ما انا موجود فانا بشتغل مع الاستاذ صادق. مثل ما قال يعني علاقه يعني عن جد اخويه، ومهم انه يطلع معنا ان شاء الله، يطلعنا الاستاذ محمد سامي المخرج العبقري، يطلعنا شيء مثل ما طلعنا بلد الغلابه. الله يوفقه. هو ارهقني جدا بس غيرني تماما بس كده. شو تعليقك انه اربع مسلسلات من اصل ستة لشركه الصباح هن عم بينافسوا، منهم مسلسلك عم بينافسوا على المقدمه اذا بدك بين كل المسلسلات الرمضانيه؟ اقول ما شاء الله لا قوه الا بالله، ربنا يزيد يا رب. انا اول ليد رول لعبته قدام بطله لبنانيه مع نور، اول دور لعبته. ففي بطلات لبنانيات كتير يعني، نجمات لبنانيات، يزيدني شرف وابقى من سعيد الحظ لو اشتغلت معاهم. وين بتشوف الدراما المصريه السنه؟ يعني تعالي نتكلم بصراحه، يعني انا في بيروت، انا في بلدي مش كده. الدراما المصريه يعني خلينا نتكلم في ان هي الام في على مستوى الدراما العربيه. احنا طول عمرنا مين نجومنا في مصر؟ فريد الأطرش، اسماعيل، لبنان، صباح، صح ولا غلط؟ فمفيش حاجه، مش هنصنف مصر ودول، لا احنا يونت واحده، احنا ام عربيه واحده. محمد رمضان راجل شئنا ما بينه هو نجم وزميل، احترمه بشده، احترم شغله بشده، احترم مجهوده بشده، ربنا يوسع عليه وينجحه زياده ان شاء الله. منافسه بيناتكم قويه، شو بتعني لك المنافسه بيناتكم قويه؟ شو بتعني لك هالمنافسه؟ اي منافسه ايجابيه فهي مشروعه وما فيهاش اي مشكله، اي منافسه ايجابيه دي للصالح العام. خلينا شو تعليقك على غياب عادل امام، غياب يسرى هالسنه؟ نجمات كتير كبار ونجوم. لا لا لا، هن اختاروا انه مظبوط. رديت يعني سالتي ورديتي، ده اختيارهم هم مش غياب، ما نقدرش. لا قصدي شو عن غيابهم عن الساحه، شو عني لك؟ احنا اللي بنخسر كمشاهدين طبعا يعني. احنا شكرا. خلينا ياكم يا في حاجه انا ما اقدرش اقولها، اللي يقولها الاستاذ صادق يعني. ان شاء الله هلا عم نحضر بس لنوصل من قبل. خلينا ياكم. شكرا. ان شاء الله في اي معنى نصيب ده شرف فينا ان شاء الله باذن الله. وانا كمان بحبها جدا. مساء الخير، كل سنه وحضراتكم طيبين ورمضان كريم. اولا انا سعيد بوجودي في بيروت في لبنان. انا بعتبرها بلدي، انا باجي لبنان من سنه 89 وانا صغير، فبعتبر لبنان بلدي الثاني فعلا. من خلال تواجدي هنا انا بشكر حضراتكم لدفعكم المعنوي لينا، بشكر شركه ال صباح لان هم اهلي، هم مش بشتغل معاهم بس، ال صباح اصبحوا اهلي يعني، ال صباح وال السقه دخلوا في بعض فاصبحنا عيله واحده. مش هزيد على كلام الاستاذ صادق، لا والله دي حقيقه بقولها من قلبي، مش هزيد على كلام الاستاذ صادق. قال جمله اذا سمح لي استعيرها منه، ان السلاح الوحيد الغير محرر دوليا هو سلاح الدراما، والدراما ما هي الا عواطف وايموشنز، واحنا امه تتمتع بالعواطف والمشاعر والايموشنز. بنمر بظروف هتعدي ان شاء الله، وان شاء الله هنبقى في احسن حته كدراما مصريه وعربيه. ان شاء الله هنقدر نوصل من خلال رجالتنا وناسنا اللي في مصر واللي في لبنان واللي في سوريا واللي في الامارات واللي في الامه العربيه كلها، هنوصل لمرتبه عاليه جدا ان شاء الله في الدراما. بشكر تاني شركه ال صباح ان هم وقفوا جنبنا الوقفه دي، ان هم دعمونا، عملوا مسلسلات غير المسلسل اللي انا فيه، في مسلسلات حضراتكم طبعا متابعينها، اخراج مخرجين كبار زي الاستاذ وائل حسان، طبعا الاستاذ محمد سامي شهادتي مجروحه فيه لان هو اللي عمل لي المسلسل. انا بشكر حضراتكم جدا،
بقول تحيا مصر، تحيا لبنان، تحيا الامه العربيه، تحيا الامارات. احنا الامه العربيه احنا جامدين يا جماعه، ولازم نسقف لنفسنا بصراحه. اشكركم اشكركم يا شعب الضيافه، يا شعب الضيافه، الف شكر، شكرا جزيلا.